مكان يا مكان، حياة فيها غول شر يدعى سرطان، ما قدر أحد يوقف قبلها إلا فتاة عمرها 13 سنة ظلت تحاربه 5 سنين بروحها. ظنت جديد على زفات الجمال للطلب والاستفسار 0557 7 2 2 3 4. الحمد لله قدروا انهم ينتصرون، يواجهون الموت ويرجعون للحياه. وبين رحله الكفاح ورحله الامل تعرفوا على الحب. هذه مو قصه اسطوريه، هذه قصه يوسف وجمال. او من خارج المملكه 0966 557 2 2 3 4. على عكس الدروب اللي تودي للحياة، أحياك وعيشك وقعن يرفع قصص الحبيك على زفات الجمال للطرب والاستفسار 0557 7 2 2 3 4. أحياك وعيشك وقعن يرفع بصيص الحلم يكفر با. ومن خارج المملكة 0066 557 2 2 3 4. من دون كلمة خوف ورهبة، كأن الله عطاني عمر ثاني في يوم القاك ورجاني للدنيا مع أكثر شخص أحبه. على عكس الدروب اللي تودي للحياة، أحياك وعيشك وقعن يرفع جديد على زفات الجمال للطرب والاستفسار 0557 7 2 2 3 4. ولا في البشر شروان شدى لحظاتي الحلوة، ذخر لأيامي الصعبة جوي شر شروات شذا لحظاتي الحلوه. عسى ربي قدرني افوز بقسمتك ورضاك، واكون لقلبك وعمرك سراج يضيء له دربا. حماك الله يا قرة عين يوسف، يا حياته بسمته طبا. جديد على زفات الجمال للطرب والاستفسار 0557 7 2 2 3 4. ومن خارج المملكة 0966 557 2 2 3 4. بدا العالم إلى الأفلام يشاركنا فرحنا، كل محب يحب من قلبه. تعدت فرحة الليلة، بدا العالم إلى الأفلام يشاركنا فرحنا، كل
محبي حبنا القلب ودمعات الحبايب ما توقف من بعد الذرى بأن حلمنا واقع عيون الناس ما تشبه جويري يا مع يوسف ورود وحرب والأشواق على درب الأمل ما خاب منه راجيا رباه ومن خارج المملكة 00966-55-787-223-4 محاربين السرطان وهم كلهم عاشوا تجربة يوسف وتجربة جويري بكفاحهم وإيمانهم وبقوتهم بينتصرون عليه بإذن الله.